يا بنات، هاي عملت مربعات طريقة جديدة غير على المدورة، يمكن شوي أسهل. بنحط هيك، بنعمل على كل واحدة، شايفين صغير بعد ما رقيتها رقيقة، شايفين هاي سمكها، مش لازم تكون تخينة. حطها مرة واحدة، أسهل لي من الأولانية. هيك مربعات صغيرة، بورجيكم بنلف واحدة مع بعض وهيك بنكون خلصنا. وهيك بكون طريقة عمل المنت التركي، طريقة جديدة على المربع. مش قوارب، بدي أسكرها، بس طريقة زي تبعت السمبوسك، كيف بنسكر السمبوسك. نقدر كله نعمله مرة واحدة، بس أنا عشان اختصارا للوقت بدي أعمل معاك كم من واحدة. أنا هنا خلصت، شايفين عملتهم كلهم بنفس الطريقة، مربعات، طريقة مربعات. اوكي تعال، شايفين شايفين يا بنات، هيها بدي اخد الزاوية هذه، بدي اخد الزاوية هذه احطها على الزاوية الثانية واسكرها. وبعدين هنا شايفين هسكر كمان. سهلة هذه الطريقة، حلوة وصغيرة، صغار كتير هما، لازم المنت يكون. شايفين، نرجع نقرصها شوية لفوق هيك. هعمل كم من واحدة قدامكو، صغار شايفين، صغيرة قد الزيتونة. هاي المنتي هيك لازم يكون شكله، طريقة أسرع من القوارب وأسرع من المدورة. هياتو هيك بنسكرها من فوق وبنرجع بنسكر هنا هيك، وهون كمان نفس الإشي بنرجع بنسكر. طريقة سهلة، ما كنتش متوقعة انه حتصير معايا هيك بالصدفة يعني، بس سهلة. هنا عطحين عشان نعمل كمية اكبر ما تلزق معانا. وهيك بنكون هدول يا بنات، بنشفهم شوية بالفرن عشان ما طبختهم، بدي احطهم بالفريزر لوقت الحاجة. طبعا انا كمان نزلت لكم كيف سوينا طريقة سهلة على البخار، وهدول بدنا نحطهم بالفرن شوية نحمصهم شي بسيط على عين الغاز 180 هيك، من 7 ل10 دقايق، ما يحمروا كتير، بس هيك ياخدوا لون بسيط يشقروا وبس. وبعد هيك بحطهم بالفريزر، وقت ما بدي بنزلهم من الفريزر، بحطهم بمية مغلية فيها ملح وزيت، وبأغليهم وبنزلهم على اللبن الرايب مش مطبوخ مع ثوم وعصرة ليمون وملح، نقدح لهم الصلصة الحمراء الحارة. هيك بنكون خلصنا يعني، شايفين ألذة، صغيرة صغيرة. وهي كمان واحدة عشان يكون زي حبة السمبوسك عادي، بتاخديها بتسكريها هيك بالنص، وبعدين بتعمل الطرف التاني بتشدي على الجوانب ونسكر هنا هيك، سكر الجوانب منيح. وهنا انا حطيت هنا بالصينية كمان طحين حتى ما يلزقوا، عشان يعني عملت كمية. بدك تعمل كمية لازم تحط طحين، بدك تعمل مباشرة زي ما سويتها على طريقة البخار، بتصير تاخده زي هيك زي ما انا بعمل الحبات، ومباشرة في المصفاية تبعت طنجرة البخار وتستويها. شايفين هيك صغيرين صغيرين وحلوين.
وبعد ما اخلص هاي اللحمة تبعتنا، شايفين اعمل صورة هيثم. اللحمة تبعتنا كانت عبارة عن لحمة مفرومة، حطينا برشنا معاها بصلة، حطينا معلقة فلفل أسمر ومعلقة سبع بهارات مشكلة ومعلقة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، والفلفل. البصلة مبروشة ناعم 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 يعني على الخلاط، عملت أكنها هذا يعني أكن عصرنا عصرناها، كتير ناعمة كانت. وهذه ما في داعي إن نستوي اللحمة، اللحمة بس هيك وبنستويها على البخار، او بعد ما نيجي نستويها مثلا انا بدي افرزها نغليها عادي بتستوي اللحمة. اصلا هي نتفة صغيرة، نتيفة صغيرة كانت، هيك بتكون شايفين محلاها. وهيك بنكون خلصنا. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.